مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم حلقه جديده من حوار اليوم بعد مرور 47 عاما من حرب اكتوبر الا ان روحها لا زالت حاضره في وجدان جميع المصريين، حيث تركت تلك الفتره دروسا عديده وقصصا مستفاده نحتاجها الان اكثر من اي وقت مضى لمواجهه المؤامرات الخارجيه ومحاربه الارهاب الذي يستهدف البلاد. فحرب اكتوبر ليست مجرد انتصار عسكري، وانما حاله تجلت فيها اراده الشعب المصري وقواته واتحاده ضد الهزيمه واليأس وإصراره على المواجهة واسترداد الأرض بأي ثمن. إن دروس حرب 6 أكتوبر يجب أن تكون الأساس لعبور مصر إلى المستقبل وتجاوزها المصاعب التي تواجهها وتحقيق تنمية مستدامة تحقق الاستقرار لنا وللأجيال القادمة. حول كيفية استلهام روح أكتوبر للحفاظ على أمن واستقرار مصر بتدور حلقتنا النهاردة مع ضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة الصحفي بالأهرام. منورنا كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل الشعب المصري وجيشنا بألف خير. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشعب مصر العظيم بخير وأمن وسلام. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نبدأ حوارنا. حرب أكتوبر و47 عام مضت على هذه الحرب المجيدة التي ما زالت في ذاكرة كل الأمة العربية والمصرية حقوما. نصر أكتوبر كان وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، والآن وبعد مرور 47 عاما على حرب أكتوبر المجيدة نستعيد بكل الفخر بطولاتها وذكرياتها العطرة لنستمد منها العزم والإصرار ونستلهم منها كل المعاني والقيم الرفيعة لنواجه بها التحديات المعاصرة. فانتصارات أكتوبر أعطت المصريين دروسا لا تنسى، ولعل من أهمها القدرة على التخطيط الجيد للمستقبل ووضوح الهدف. فالانتصار في الحرب لم يكن وليد الصدفة، إنما كان نتيجة لسنوات طويلة من العمل والجهد، بالإضافة إلى ثقة العالية بالنفس التي أفشلت الحرب النفسية الممنهجة على المصريين لإحباطهم ولكسر عزيمتهم. درس آخر لا يقل أهمية، وهو الاصطفاف خلف القيادة المصرية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحبكها القوى المعادية ضد البلاد. ولأن معدن المصريين الأصيل يظهر وقت المحن والأزمات، فقد جاء وقوف المصريين صفا واحدا وتكاتفهم من أجل مصر خلال حرب أكتوبر خير مثال على ذلك، حيث تسابقوا لدعم بلادهم من خلال حملات التطوع أو التبرع بالدم والمال والذهب دعما للدولة وللجيش المصري. ولقد ضربت المرأة المصرية كعادتها أنبل الأمثلة في التضحية والشجاعة في خدمة وطنها. إن حرب أكتوبر كانت وستظل ترجمة صادقة لمعادلة ثلاثية فريدة، وهي تلاحم القيادة والشعب والجيش، حيث انصهر الجميع في بوتقة وطنية واحدة حققت الإنجاز وحررت الأرض وفتحت الطريق أمام مرحلة السلام والتنمية والتقدم والاستقرار. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، مره ثانيه برحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد حماده نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. خليني في البدايه زي ما قال التقرير ان الدوله المصريه او الشعب المصري رفض الهزيمه، هنا نتحدث عن 67، رفض الهزيمه وحرب الاستنزاف التي سبقت العبور العظيم وحرب اكتوبر، بنتكلم من 68 ل 73، اعاده تاهيل الجبهه الداخليه، اعاده تاهيل القوات المسلحه. هذه الفتره هل هي مرتبطه بحرب اكتوبر او منفصله عنها اصلا؟ يعني في بدايه خليني اسلط الضوء على الصراع العربي الاسرائيلي منذ بداياته. احنا خدنا 4 حروب طبعا دفعنا فيها كل ما هو غالي ونفيس. 48 56 67 73 بالفعل.
طبعا احنا عشان نتكلم على 73 لازم نتكلم على 67 ولازم نتكلم على التدخلات الخارجية اللي هي أرادت أن تكسر أو تكسر أرادة الشعوب العربية وأيضا مصر على الوجه الأخص. في 67 طبعا الهزيمة، طبعا مصر طبعا عصية على الهزيمة، ومصر بولادها وقيادتها وجيشها أقوى من أي صعاب وأقوى من أي محن. فعلا كان في مرارة ل 67، إلا أن طبعا بسرعة جدا تم استعادة الأمور إلى طبيعتها، وتم تحديث الجيش المصري من 68 ل 73 والاستعداد إلى استرداد الأرض خاصة سيناء الحبيبة الغالية على الوطن. حرب الاستنزاف كانت حرب حقيقية استمرت سنوات، وأيضا التحضير لحرب 73 كان بسواعد مصرية، وطبعا الخداع الاستراتيجي وكل الأسلحة وكل المعدات تم استخدامها سواء كان القديمة أو ما تم جلبه حديثا. الأمة العربية، أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين أن احنا 12 دولة عربية وقفت مع مصر في حرب 73. حرب 73 ملحمة حقيقية للشعب المصري والشعب العربي والتضامن العربي. حرب 73 أعطت درس للاستراتيجية العسكرية في العالم وغيرت الاستراتيجية هتكلم بالتفصيل عنها في العالم. 73 كانت هذه الحرب المجيدة، نجحت في استرداد الأرض سيناء، وطبعا احنا عارفين ان اي حرب بيتبعها مفاوضات. بالفعل حرب الاستنزاف كان ليها خسائر كبيرة جدا جدا بالنسبة للعدو الإسرائيلي، وأيضا فرضت الإرادة المصرية على الجلوس في على طاولة المفاوضات للتهدئة، ومن ثم حرب الاستنزاف. خليني أتكلم على حرب أكتوبر والتخطيط لهذه الحرب. يمكن مسألة التخطيط والخداع الاستراتيجي وإعادة تأهيل القوات المسلحة بكوادر وفكر وعلى أسس يعني عسكرية وعلمية، أهمية هذا التخطيط لحرب أكتوبر أستاذ محمد؟ بص حضرتك، طبعا بعد 67 تم إحداث تغيير شامل في الاستراتيجية العسكرية وأيضا في الأشخاص والقادة العسكريين. بالفعل تم يعني تولى القيادة في ذلك الوقت قادة مؤمنين بإيمانا راسخا بأهمية التراب الوطني المصري، وأيضا بضرورة استرداد كل حبة رمل من أراضي سيناء. تم تحديث جميع القطاعات، تم جلب الأسلحة المتطورة من الكتلة الشرقية. أيضا الدول العربية وقفت مع مصر في سواء كان في عملية التحضير أو سواء كان بالنسبة لمرحلة الهجوم في 73. لا ننسى أبدا الموقف الجزائر بإرسال الـ يعني فرق من المشاة والمدرعات وغير ذلك. كل الدول العربية تقريبا 12 دولة عربية والسعودية والبحرين أيضا وعمليات التبرع والمجهود الحربي وغير ذلك. تمام، خليني هنا أتكلم على يعني مسألة روح أكتوبر يعني، وهنا أتكلم على جينات الشخصية المصرية التي عندما تشعر مش بانكسار، ولكن عندما تشعر أن هناك خطر على الدولة، على كيان الدولة، على هوية الدولة المصرية، تنتفض بصورة معبرة عن ثقافة وهوية هذا الشعب. كيف تجلت هذه الهوية وهذه الجينات المصرية الخالصة في حرب أكتوبر؟ بص حضرتك، احنا عندنا في الجينات المصرية احنا تربينا على أن الأرض هي العرض. الجينات المصرية الأرض هي العرض، وضرورة يعني تلاقي الشعب المصري أو الإنسان المصري بيدافع عن أرضه وعن بيته، وبالتالي ممكن يموت في سبيل هذا الأمر، أو عنده إيمان راسخ بأنه يقوم بعمل عظيم. إذن الجينات المصرية رفضت الاستسلام لفرض الأمر الواقع. الجينات المصرية أيضا عصية على الانكسار. كان هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع المؤلم
نحن نعلم طبعا أن إسرائيل ليست بمفردها في هذه الحروب، يعني أمريكا وأوروبا والدعم الأوروبي وغير ذلك، وبالإضافة أيضا إلى عمليات الحظر الشامل اللي كانت مفروضة على الدول العربية وعلى مصر من خلال السلاح والتسليح. الإرادة المصرية عندما كانت مرت مصر بهذه المحنة، الإرادة في استرداد هذه الأرض من خلال العمل العسكري، وشهدنا عملية الخداع الاستراتيجي التي تمت من قبل الرئيس السادات الله يرحمه والقادة العسكريين. يعني كان في أكثر من مرة تعبئة، وكان في حشد للقوات على الحدود، ثم بعد ذلك سحب هذه القوات مرة أخرى. هناك أخبار عن عمرة للضباط الصف بالفعل والزبط. طبعا احنا عارفين تاريخ طويل 47 عام بنتكلم في هذه الملحمة. أنا عايز أقول أن الإرادة المصرية إرادة تصنع المعجزات. تمام، خليني واحنا بنتكلم برضو، حضرتك نبهتني للمسألة، بنتكلم 47 عام على هذه الحرب المجيدة وعلى هذا الانتصار، يمكن أنا وحضرتك ما عشناش فيها قوي يعني، ولكن يعني كنا شايفين مظاهر بهجة، لأن احنا كنا برضو مش كبار قوي يعني، ولا أنا مش مظبوط كده يعني، لكن خليني أكلم يعني على مسألة هذه الحرب وهذه البطولات، ما زال تتحاكى أو تتوارث الأجيال، وما زال ما يبث من خلال الشؤون المعنوية لقواتنا المسلحة بيخلينا كده فرحانين، حتى أولادنا يعني هذا الوهج وهذا وهذه الكرامة مع هذه الحرب. يعني هناك بطولات كثيرة جدا، حتى لما نقرأ مثلا يقول لك إن ما كانش في حادث سرقة خالص، إن الشعب المصري تحمل الكثير اقتصاديا. أنا عايز أعكس ده على ما نعيشه الآن سريعا، يعني نحن قضنا ثورة كبيرة، ثورة 30 من يونيو، وكان برضو نفس الفكرة اللي هي سرقة الهوية المصرية وسرقة الدولة المصرية المبنية على الحب والتسامح والكرامة والعدل. هل هناك تشابه ما بين الجينات التي ظهرت في حرب أكتوبر والجينات التي ظهرت في ثورة 30 من يونيو؟ الإرادة المصرية معين لا ينضب، وبالتالي احنا شهدنا عدد كبير جدا من التضحيات. مفيش بيت ما كانش فيه شهيد، مفيش بيت ما كانش فيه مقاتل في حرب 73، وبالتالي هناك حكايات وبطولات تحكى في خلال هذه السنوات 47 عام، وهناك حكايات ايضا تتوارثها الاجيال عن القادة وعن كل من شارك في حرب 73. بالنسبة للهوية المصرية عصية على اي تغيير، شهدنا سياسة الفرد الأمر الواقع، شهدنا اختطاف الدولة المصرية، لكن الدولة المصرية دائما وأبدا تصحح نفسها من خلال أبنائها. مصر بترجع لأصلها بالفعل، مصر التسامح، الحوار، هناك أيضا الرأي والرأي الآخر، هناك الحقوق والواجبات. الشعب المصري شعب ناضج، شعب لديه من الوعي الكافي في أنه هو يفرز ما بين الغث والسمين. بالنسبة لحرب 73، حرب 73 هي تعتبر العبور الكبير، وأيضا احنا خضنا أكثر من عبور. عندما يتم بناء الدولة المصرية ودولة حديثة من خلال إصلاحات اقتصادية ومن خلال بنية تحتية أيضا تعتمد على الإرادة، هذا يعد عبور. أليس هذا عبور؟ بالفعل عبور. عندما يتم محو أمية العديد من أبناء الشعب المصري وتثقيفه والاهتمام به، أليس هذا عبورا جديد؟ بالفعل عبور جديد. الاهتمام الدفاع الوطني الدور الكبير بالإيمان بأن يكون صحة الشعب المصري وتوفير خدمة صحية آمنة وتأمين صحي شامل للشعب المصري وتشريعات، أليس هذا عبور؟ بالفعل هو عبور جديد. وبالتالي الدولة المصرية دولة متجددة، الدولة المصرية في حالة صراع مع الزمن، لعل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا كل الحرص في كلماته التي ألقاها بمناسبة 6 أكتوبر، أنه يعني يشيد بأن الشعب المصري هو البطل. الشعب المصري هو البطل في كل الأزمان، الشعب المصري هو البطل في صناعة مصر الجديدة، وأيضا ظهور مصر وعودة مصر لمكانتها الطبيعية سواء كان في محيطها الإقليمي أو في العالم. الشعب المصري هو البطل. ويمكن وإحنا بنتكلم على البطولات ما نقدرش ننكر بطولة المرأة المصرية، لأن المرأة المصرية هي زي ما بقولوا كده عمود البيت، وبيت 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 يعني مجتمع يعني.
تضحيات الام او الام المصريه او السيده او المراه المصريه تضحيات كبيره، يعني هي ام شهيد وزوجه شهيد وابنه شهيد، ولم تجد يعني غضاضه او تجد حزن او حسره على ابنها الشهيد. يعني ممكن تبقى زعلانه لو ابنها توفت وفاء، لكن هم يقدمون ابنائهم بطيب خاطر. المراه المصريه التي كانت في مقدمه كل استحقاق سواء كان دستوري او حتى عسكري، هذه المراه كيف تراها يعني برضو؟ ونربط ما بين المراه المصريه في اثناء الحرب والمراه المصريه الان وما نالته من يعني تكريم من خلال القياده السياسيه ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المراه المصريه هي المعلم، هي التي تحنو على ابنائها، هي التي تغرس في نفوس الشباب والاطفال حب الوطن والقيم والعادات والتقاليد. إذن المرأة المصرية هي أول من يقوم بعملية التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية على السلوك السليم، على الأفكار الصحيحة، على التسامح. المرأة المصرية كان لها دور كبير في كل العصور. المرأة المصرية كان لها دور كبير في مساعدة الجرحى في أثناء الحروب. المرأة المصرية كان لها دور كبير في شحذ الهمم لضرورة الدفاع حربي. بالفعل المرأة المصرية أيضا كانت موجودة في الأعمال، سواء كان الأعمال اليدوية أو في الإنتاج وزيادة الإنتاج. المرأة المصرية كان لها دور كبير جدا في 25 يناير، وكان لها دور الأكبر في 30 يونيو. المرأة المصرية التي يطلق عليها في بعض الأحيان بأنها حزب الكنبة، لا، المرأة المصرية عندما يكون هناك صعاب وعندما يكون هناك خطر على أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة اللي هو الوطن، يتم انتفاضة هذه المرأة وتعبر عن مشاعرها وتعبر عن أفكارها من خلال أو أبنائها ومن خلال جميع المحافل ومن خلال جميع الوسائل. المرأة المصرية هي التي هي أختي وأختك ومراتي وأمي. المرأة المصرية هي التي تحاول بقدر الإمكان أن تطبطب على أبنائها وأن تساعد في تعدي الصعاب والعقبات بالنسبة لأبنائها. المرأة المصرية هي اللي تقول لك استحمل عشان اللي جاي يكون أفضل. المرأة المصرية هي التي تحاول بقدر الإمكان وتحلم بمستقبل أفضل لأبنائها، ومن ثم فهي تتحمل منذ الولادة وتتحمل حتى يعني أبنائها لما بيكبروا ويخلفوا ويكونوا كمان يعني ناس قامات في المجتمع. خليني أتكلم على استدعاء يعني روح أكتوبر اللي هي روح كلها عزيمة وروح كلها إصرار وتحدي. الآن نحن الدولة المصرية تقود معركة أخرى هي معركة التنمية، ولما نتكلم على التنمية نتكلم على التنمية في الخاص وتنمية في العموم. تنمية في الخاص هي تنمية سيناء الحبيبة، ويمكن طول الوقت يعني وحضرتك أدرى مني أستاذ محمد طول الوقت كنا بنتكلم على أهمية تنمية سيناء باعتبارها أمن قومي. كان الكلام الأول كلام، الآن نشهد واقع جديد، واقع مغاير تماما لتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، تنمية سيناء من خلال أنفاق ومشاريع عملاقة وجامعات أهلية كيف نستدعي روح أكتوبر للتنمية في الخاص في سيناء وفي العموم مصر كلها بشكل عام؟ بص يا سيد الفاضل، احنا دلوقتي بنبني دولة جديدة. هذه الدولة تحتاج إلى سواعد مدربة وتحتاج إلى إيمان بأن يكون هناك دولة حديثة. مصر مش إليلة كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر مكانتها كبيرة جدا، لابد أن تتغير مصر من العوز إلى الإنتاج. مصر إذا شهدنا عملية البناء والتنمية التي تحققت في خلال السنوات الماضية طبعا طفرة كبيرة جدا. 14 نبني دولة حديثة، 14 مدينة سكنية جديدة، مناطق صناعية جديدة. أصبحت الآن بعدما كان عندك نقص في الطاقة أصبحت الآن مصدر للطاقة الكهرباء، وأصبحت الآن في هناك منتدى شرق البحر المتوسط للطاقة. مصر أصبحت مركز إقليمي، مركز إقليمي للطاقة. إذن مصر الأمن والأمان في سيناء وفي ربوع مصر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، سواء كانت تحديات داخلية إصلاح اقتصادي أو الأمن والأمان
أو من خلال التحديات الخارجية. إذا نظرنا جهة الغرب نجد الأزمة الليبية، نجد مصر حاضرة بقوة، جنوب السودان حاضرة بقوة في الملف الليبي، نجد أيضا في السودان وجنوب السودان وملف سد النهضة، ومصر حاضرة ومصر تخاطب المجتمع الدولي، ومصر حريصة على أن يكون هناك تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومصر دولة قوية. أنت تتحدث مع الغير بأنك قوي، قادر على أن تغير بيدك، وقادر على أن تخاطب المجتمع الدولي بأن هناك رؤية مصرية لابد الأخذ بالاعتبار فيها. وشهدنا ذلك، نجد أن الأمم المتحدة مثلا على سبيل المثال في الأزمة السورية تأخذ بالرؤية المصرية، الأزمة الليبية، نجد أيضا في مسألة الهجرة الشرعية وغير ذلك، حتى في الشرق في غزة بالفعل دور مصر طبعا دور فعال، وهو اللي بيمنع التصعيد في غزة عشرات المرات. هناك أيضا دور محوري لمصر، ليس فقط على المحيط العربي ولكن على المحيط الأفريقي. نجد أن مصر هي البوابة الذهبية إلى أفريقيا. عندما ترأست مصر الاتحاد الأفريقي كان لها العديد من المبادرات الهامة، 100 مليون صحة، كان عندها أيضا مبادرة إسكات البندقية. الصراعات المسلحة تتنافى وتتعارض مع التنمية، وبالتالي كان هناك المبادرة المصرية المباركة، وهي مبادرة إسكات البندقية والجلوس على طاولة المفاوضات بالنسبة للشعوب الأفريقية لتخفيف الصراعات وأيضا ويلات الحروب وعمليات الهجرة غير الشرعية. خليني هنا أتوقف. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته الموجهة للأمة يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على التغيير طالما هناك التفاف واصطفاف من جمهور الشعب المصري حول القيادة. يعني أهمية هذا التكاتف والاصطفاف حول قيادة مصرية محبة لهذا الوطن في البناء للمستقبل. بص يا سيدي الفاضل، احنا دولة مؤسسات، المؤسسة العسكرية لها كل التقدير والاحترام. الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك إيمان بفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه رجل ليس لديه مصالح خاصة. الرئيس لديه مصلحة رئيسية، وهي مصر، تطوير مصر ورجوع مصر إلى مكانتها الطبيعية. وبالتالي نجد أن الشعب المصري أصبح الآن لديه من الوعي أن يرد على كل الشائعات، وأن يرد على كل الأبواق الإعلامية المسمومة التي تحاول أن تثير الفتنة وتزعزع الأمن والاستقرار. هناك العديد والعديد من الشائعات، إلى أن الحكومة المصرية فطنت إلى ذلك من خلال مواجهة هذه الشائعات. كان الأول إحنا ما بنردش على الشائعة، وبالتالي كنا بنفتح مجال للشائعة يتم تصعيدها ويتم تصديقها. الآن أي شائعة في مهدها بيتم وقدها من خلال الرد على هذه الشائعات بكل شفافية وبكل وضوح. تمام. خليني أرجع لحرب أكتوبر المجيدة واللي بنحتفل بها للعام 47. هذه الحرب المجيدة التي يعني عادت إلى كل الشعوب العربية وللشعب المصري الكرامة والعزة والفخار. أتكلم هنا على أن إسرائيل اعتمدت في هذه الحرب على منطق القوة. نحن نتحدث عن خط برليف الساتر المانع الذي لا يعني نتكلم على يمكن اجتيازه. أتكلم هنا على مسألة أن التخطيط الجيد والأداء وتحديد الهدف بوضوح قادر على تنفيذ كل المهام الصعبة. وهنا أتكلم على حرب تقودها مصر ضد الإرهاب. يعني خلصنا من حرب نظامية ما بين دول إلى حرب عصابات وحرب إرهاب تستهدف الدولة المصرية ومقدرات الدولة المصرية على يد هذا الفصيل الخائن أو ما يطلق عليه جماعة الإخوان الإرهابية. كيف تواجه هذه الدولة أو تواجه الدولة المصرية هذا الخطر أستاذ محمد من وجهة نظرك؟ التسليح الجيد، تسليح بالإرادة وبذل العرق، مزيد من العرق، والتخطيط سواء كان على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي، وأن نستطيع أن نستفيد من الفرص والوقت المناسب. لكل عمل له وقت، وبالتالي التنسيق الذي تم سواء كان على المستوى الداخلي قبل حرب 73 هو الذي كتب النجاح. التنسيق بين الدول العربية وعملية الخداع الاستراتيجي
سواء كان من الجانب المصري أو من الجانب السوري، لا ننسى أبدا الجانب السوري والجبهة السورية. تمام. كان هناك تنسيق بين مصر وسوريا، كان هناك تنسيق بين مصر والأردن، كان هناك تعاون من العديد من الدول العربية مع الجانب المصري. إذن عملية التنسيق رقم واحد، وأن يكون هناك هدف وهو عودة الأرض. إحنا عمرنا ما كنا معتدين على حد. أكيد. إحنا هدفنا هو استرداد أراضينا، وأن يكون هناك عامل ردع لكل من تسول له نفسه أن يتم يعني التعدي على الدولة المصرية أو على الدول العربية. بالنسبة للحرب 73 قضت على الغطرسة الإسرائيلية، ودائما وأبدا من يستخدم القوة لديه نوع من أنواع الغطرسة، مثل ما يفعل أردوغان على سبيل المثال في العديد من الملفات، سواء كان مع اليونان أو قبرص أو في سوريا أو في ليبيا. إذن عندما يتم التنسيق وعندما يكون هناك إرادة حقيقية لاجتياز هذه الصعاب واللي هي قد تشبه بالمستحيل، يعني خط بارليف كان مستحيل حد يفكر ان يتم اجتيازه، لأن العقلية المصرية استطاعت أن تحقق النصر، فكرة بسيطة جدا، أن تفرض سيطرتها وأن نجلس على طاولة المفاوضات وأن نسترد باقي الأراضي من خلال الاتفاقيات والمعاهدات. خلينا نتكلم هنا على مسألة، يعني نقول إيه للأجيال اللي ما عاشتش حرب أكتوبر، وإزاي الدولة المصرية وإزاي العالم كله أشاد بالمعجزة العسكرية اللي تخطت كل التقديرات العسكرية في العالم. وأنا عايز أقول إن حرب أكتوبر تدرس في جميع الأكاديميات العسكرية. بالفعل طبعا، أنا عايز بس أقول للشباب، يعني من حقك تفتخر بأجدادك، ومن حقك تفتخر بالعمل العظيم الذي تم، وهو عمل نصر أكتوبر 73. طبعا 73 معطياتها أو نتائجها تؤكد على أن الإرادة المصرية موجودة في كل وقت، موجودة في كل زمان، إذا كان هناك قائد حقيقي لديه رؤية، واستطاع الشعب المصري أن، واستطاع هو أيضا أن يحدث حالة من حالات الالتفاف حول هدف معين، يستطيع الشعب المصري أن يحقق المعجزات. وهذا ما شاهدناه في مرحلة البناء التي تحدث على أراضي الأرض المصرية في هذا الوقت. هناك أيضا دور مهم جدا جدا، وهو عدم الالتفاف إلى الشائعات، وعدم تصديق الشائعات، وأيضا عدم الإنجرار إلى أن يكون هناك فصل أو يكون هناك فصيل ضد فصيل أو غير ذلك. لابد أن يكون هناك تسامح، لابد أن يكون هناك لغة حوار، لابد أن يكون هناك تحقيق عدالة اجتماعية بين الغني والفقير، لابد أن يكون هناك فرصة لسماع الرأي والرأي الآخر. تمام. لابد أن يكون هناك حريات، وبالتالي عندما تكون هناك الحريات وعندما يكون هناك عدالة اجتماعية وعندما تتوافر الخدمات، يستطيع الإنسان المصري أن يحقق المعجزات. خليني برضو أتكلم على دور الإعلام والدراما في إبراز يعني بطولات يمكن أجيال الجديدة ما عرفتهاش. وأكلم هنا يعني مش عايز أكلم على فيلم جديد بيعرض يعني خاص بحرب أكتوبر، يعني قد إيه النجاح اللي بيلاقيه أي فيلم بيتكلم عن أمجاد هذه الحرب. وأنا خلينا أكلم على دور الإعلام، وأنا دايما أقول يعني أمريكا الغازية إلى فيتنام بتعرض أفلام على إزاي مثلا كبطولات لسرية كان اتأثر منها جندي وبتاع، معناها كانت دولة غازية يعني، ولكن غازية يعني، ولكن هنا نتكلم على بطولات كبيرة جدا وأهمية إبرازها من خلال الإعلام والدراما وحتى الكتابة والصحافة. نحن نعلم أن الفن هو مرآة المجتمع، ونعلم أيضا أن الأعمال الدرامية أو الأعمال الفنية في مثل هذه الأحداث إنما هي تعد توثيق لهذا الحدث. يعني الأجيال الموجودة ما حضرتش حرب 73، لكنها شهدت من خلال الوثائق ومن خلال التصوير الحي لحرب 73، ومن ثم نجد أن الشباب في هذا الوقت وكأنه عاش هذه الفترة. يزود الانتماء عند الشباب ده بالفعل. بالفعل الأعمال الدرامية والأعمال الوطنية طبعا هي طبعا بتحافظ على الانتماء، ثانيا بتجعل من المواطن المصري أن يشعر بأن حياته لها قيمة، وأن التضحية في سبيل الوطن واجب على كل إنسان مصري. وبالتالي نجد أيضا أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة حاضنة وبيئة ملائمة للشباب، خاصة نحن نعلم أن 60% من الشعب المصري من الشباب.
سواء كان بالنسبة للذكور أو الإناث. إذن الأعمال الدرامية أعمال توثيقية، لابد أن يكون هناك اتساع في أكثر في إنتاج هذه الأعمال. الحدث حدث جلل، حدث حرب 73، الأعمال الدرامية نحن نعلم لابد أن تساهم الدولة في إنتاج العديد من هذه الأعمال الدرامية التي تسجل هذه القصص وهذه اللحظات الكبيرة، كبيرة في مشاعرها وكبيرة في رسائلها للشباب سواء كان الموجود حاليا أو الفترة المستقبلية. بالتأكيد لازم يعني تحية إجلال وتقدير للزعيم الراحل محمد أنور السادات، واتكلم هنا على الحرب من أجل السلام. ويمكن برضو بخصوص الإعلام والدراما، يمكن بعض الناس تكون بتعترض على مسألة اتفاقية السلام اللي بنشوف دلوقتي قد إيه كان هناك بعد للقيادة السياسية، واللي بيعترض برضو يمكن ما شافش جنوب سيناء كلها وشمال سيناء كلها. يعني هذه الأرض يعني عادت دون يعني بتضحيات كبيرة بالتأكيد يعني، ولكن في النهاية كان هناك سلام. يعني هل الحرب هناك ما يعرف بالحروب التكتيكية، حرب من أجل وضع شروط جديدة، معايير جديدة للتفاوض؟ الحروب لا تفرض يعني لا تفرض رؤيتها، لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات يعني للوصول إلى حلول. ونجد ذلك أن هناك اتفاقية السلام التي تم توقيعها بعد حرب 73، الاتفاقية التي استطاعت مصر من خلالها على أن يكون هناك سلام برعاية أممية ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم استطاعت مصر أن تسترد أراضيها، واستطاعت مصر أن تتم عملية التنمية داخل هذه الأراضي كما تحدثت حضرتك منذ قليل عن تنمية جنوب سيناء، والآن التنمية في جميع ربوع سيناء بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية. خليني معي على الهاتف دكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة. دكتور مساء الخير، وزي حضرتك كل سنة حضرتك طيب. يعني 6 أكتوبر دائما ذكرى. دكتور زكي لنا. دكتور زكي كل ساعة حضرتك طيب الأول. طيب. ومعايا ضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وحوار عن حرب أكتوبر. خليني دكتور زكي أتكلم، يعني إحنا بنقول إن الجينات المصرية أو الهوية المصرية لا تختلف من تاريخ لآخر، هي دائما طول الوقت بتخاف على الدولة، بتبقى حريصة على وجود الدولة، وإن أي خطر يهدد الدولة المصرية تجد أن الأمة المصرية كلها تتحرك. هل هناك من التاريخ القديم ما يؤكد ذلك؟ لأن احنا عندنا في التاريخ الحديث 67 حتى تؤكد ذلك، 73 تؤكد ذلك، 25 يناير، 30 يناير بتؤكد أن الهوية المصرية خط أحمر للمصريين. هل التاريخ القديم بيحكي برضه عن ذلك يا أستاذ زكي، دكتور زكي؟ طبعا، لان يعني مصر طبعا قلب العالم القديم والجديد، فدايما هي معرضه لان يعني يهاجمها المجاورون من النطاق الاقليمي، زي مثلا الفرس على سبيل المثال، هاجموا مصر في فتره من الفترات وظلوا في مناطق الشماليه من 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 مصر خصوصا الدلتا، ثم خرجوا بعد ذلك نتيجة يعني وقفة القادة المصريين في هذه الفترات المبكرة من تاريخ مصر. كذلك الحيثيين مثلا، تلاقي ان رمسيس الثاني تنو يعني يتتبعهم في بلاد الشام، حتى يعني المناطق الشمالية في بلاد الشام للتخلص من خطرهم على مصر. طبعا فترات رمسيس الثاني طبعا قام بدور تاريخي لا يمكن ان ينسى على الاطلاق، يعني في 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 التاريخ القديم، حتى في التاريخ الاسلامي، لما احنا مثلا لما هاجم التتار بلاد الشام، وبعد ما اسقطوا بغداد ويعني حرقوا ما حرقوا ومكتبات بغداد اللي رموها في نهر الفرات وكذا، ثم توجهوا إلى هنا، لكن
لكن المصريين تمكنوا منه في عهد المماليك من انهم يتصدوا لمجيء التتار ويعني وينهزموا ويخرجوا بعد ذلك من مصر، وكأن مصر قد خلصت هذه المنطقة من خطر التتار الذين كانوا يهاجمونها. كذا الأمر بالنسبة للصليبيين عندما جاءوا إلى بلاد الشام وسيطروا على الرها وسيطروا على القدس وسيطروا على مناطق مختلفة من بلاد الشام، ثم جاءوا أيضا يهاجمون مصر. لكن صلاح الدين الأيوبي لما تمكن من أنه يوحد الشام ومصر، تمكن بالفعل من أن يقف في مواجهة الصليبيين وأن تكون حطين هي الصخرة والمعركة التي تحطمت عليها جيوش الصليبيين لكي يخرجوا منها من بلاد الشام وبالطبع من مصر. وحتى في عهد لويس التاسع عندما جاء إلى مصر من عن طريق دمياط وعن طريق المنصورة، معركة المعارك اللي جرت في المنصورة وهزيمة لويس التاسع وأسره في دار ابن لقمان، كل هذه تعكس أن الشعب المصري شعب يموت في سبيل أرض وفي سبيل وطنه، وكل الذين يأتوا إلى مصر يصبحوا مصريون ويصبحوا وطنيين كالمصريين بالضبط، لأن مصر بتجنس العناصر التي تأتي إليها وتمصرها وتؤثر عليها وتفرض عليها ثقافتها المصرية أو العربية. دكتور زكي، خليني أتكلم هنا، يعني كيف يرى المؤرخون يعني الغير العرب حرب أكتوبر؟ بيكتبوا عنها يقولوا إيه يا دكتور زكي؟ يعني هو الحقيقة الكتابات متفاوتة في هذا الجانب. يمكن بعض الدول، يعني حتى يمكن الأمريكان برضو وبعض العناصر من الإنجليز، يعني ميعوا الموقف بعض الشيء، وكأن ما حدث لم يكن انتصارا كاملا، خصوصا بالنسبة للصخرة التي فتحت بين الجيشين الثالث والثاني الميدانيين. لكن هذه الصخرة كانت بالإمكان أن تباد إبادة كاملة، وهذا كان رأي سعد الدين الشاذلي، لولا أن السادات يعني تراجع في هذا الموقف وفضل في أن ندخل في مسألة مفاوضة، خصوصا أن هنري كيسنجر كان على يعني في محاولات للاتصال بمصر في أن احنا ندخل في مسألة تفاوض وسلام بدلا من أن الحرب يعني تستعر أكثر مما كانت. يعني بشكرك دكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة. يعني التاريخ حتى القديم كله بيؤكد أن مسألة الخوف على الدولة المصرية هو أمر يعني بالنسبة للمصريين خط أحمر، يعني التتار حاطين الصليبيين. بالفعل كما تحدث الدكتور زكي، مصر تسهر كل من يدخل إليها سواء كان غازي أو سواء كان يهاجر إلى الدولة المصرية. مصر ليها سمتها، الشخصية المصرية لها سمتها، ليها عادتها، ليها تقاليدها. الشخصية المصرية عصية على الانكسار، الشخصية المصرية شخصية للبناء والحضارة، وطبعا الأثار المصرية شاهدة على عظمة تاريخ المصري وعلى عظمة المصريين القدماء. عايز بس أكمل الكلام اللي كنا بنقوله. الدولة المصرية لديها تحدي كبير جدا، وهو تحدي البناء. والبناء في ربوع مصر الآن، البناء في كل مكان، البناء في العاصمة الإدارية، البناء في الساحل الشمالي، البناء في كل مكان، نجد أن هناك اقتحام لملف العشوائيات على سبيل المثال، وده طبعا ملف كان كبير مؤجل لعشرات السنين. هناك أيضا بالنسبة لكل عملية الميكنة وعملية تدريب العمالة وغير ذلك، كل هذه الأمور طبعا محتاجة من الجهد ومحتاجة من الأموال لأن تكون مصر على أعتاب الدول المتقدمة. هل غيرت حرب أكتوبر يعني مجرى التاريخ أو غيرت شكل منطقة الشرق الأوسط سمحنا؟ بالفعل طبعا، احنا عارفين أثناء نكسة 67 كان هناك سياسة الأمر الواقع وفرض الأمر الواقع وعدم الاستماع إلى الرؤية العربية ولا الرؤية المصرية. عندما تم النجاح
الدولة المصرية في التصدي لهذا الاحتلال واسترداد أراضيه من خلال الحرب 73؟ جلست جميع القوى الأجنبية والقوى الكبرى للاستماع الرؤية المصرية وضرورة عودة الأراضي المصرية إلى يعني إلى الأم، وبالتالي تم كسر أيضا الغطرسة الإسرائيلية، وأيضا أصبح الآن لمصر لها دور يستمع إليها في جميع المحافل الدولية. خلينا أتكلم هنا مرة أخرى على الجزء اللي اتكلمت عنه، أن احنا بنعيش حرب تنمية حقيقية واضح في يعني في كل مناحي الحياة، سواء طرق سواء مساكن عشوائية وبناء طاقة. أتكلم هنا على تنمية سيناء مرة أخرى، هل سيتغير شكل سيناء؟ بالفعل سوف يتغير شكل سيناء، خاصة مع وجود الأنفاق، خمس أنفاق، خاصة مع وجود الصحارات الموجودة لنقل المياه. بالفعل هناك عملية تنمية موجودة، هناك مصانع بيتم فتحها، هناك جامعات تم تشييدها بالفعل، وبالفعل دخلت في العام الدراسي الجديد. إذن هناك إرادة حقيقية للتغيير، ومن ثم هناك فرص للعمل. كل ده يؤدي إلى عملية توطين لملايين الشباب في هذه المنطقة، ومن ثم يتم تعمير سيناء. رسالة أخيرة للشباب اللي ما عصرش حرب أكتوبر واللي بيشوفها من خلال الإعلام أو من خلال الكتابات، تقول له يعني أنا عايز أنصحهم بس إن احنا عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن نكون دائما وأبدا لدينا ثقة في القيادة السياسية، وأن يكون لدينا إرادة حقيقية للعمل لكي نستطيع أن نساهم في بناء الدولة المصرية التي نحلم بها جميعا. يعني برضو أكلم برضو رسالة للمرأة المصرية اللي ما زالت تقدم التضحيات إلى الآن. تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية، لزوجتي وأبنائي وأمي ولكل الأمهات المصرية بالعمل الدؤوب التي تقوم به، من سواء كان على محيط أسرتها الصغيرة أو سواء كان من خلال التنشئة الاجتماعية. تحية للتضحيات التي عانت منها، تحية أيضا للمرأة المصرية التي الآن أصبح ينظر إليها بنظرة كل التقدير والاحترام، سواء كان بالنسبة للتشريعات أو سواء كان بالنسبة لحقها في التمثيل المشرف، سواء كان في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. كل سنة حضرتك طيب. كل سنة وحضرتك. كل سنة وكل المصريين بألف خير. كل سنة هو جيشنا هو حامي هذه الأرض. كل سنة وإحنا ملتفين حول قيادة سياسية همها هو البناء والتنمية لمصر. بشكرك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم. والشكر لفريق عمل حوار اليوم لهذا اليوم، والشكر لكل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.